مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في تقديم المزيد ان شاء الله. اعلنت وزارة الصحة قبل قليل الى علم الرأي العام انه تم تسجيل سابع حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد عند مواطن مغربي بالغ من العمر 39 سنة، وصل إلى الدار البيضاء يوم الأربعاء 4 مارس قادما من إسبانيا، وبعدما ظهرت عليه أعراض تنفسية تقدم على إثرها إلى المستشفى. اشتبه الطاقم الطبي بإصابته بالفيروس ليتم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بمعهد باستور المغرب الذي أكد الإصابة. وتخبر الوزارة إلى أن المصاب يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حيث تم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة. هذا وتقوم مصالح وزارة الصحة بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. اللقاء.